audio, audio اول درس بالنسبه للسيكسيونات لكل سيونس ولا مات ولا تكنيك هو لافونسمون ان لافونسمون دون رياكسيون كيميك وهذا اللي مش يكون الدرس نتاعنا الا هو آه, نجم نقول لكم بديناه ناول في الترازيه ماني هو اخر درس آه شفناه في في التروازيه آه وهو اول درس باش آه نبداو به آه الحصه متاعنا اليوم اول درس في الـ في الـ في الشيمي به آه دونك اول حاجه سيدي لازمنا نتفكروها مع بعضنا آه في شفناه كما قلنا شفناه هو الدرس هذا شفناها مناول دونك آه اول حاجه لازمنا نتفكروها مع بعضنا هو كيفاش نحسب un nombre de moles كالعاده ديما عليمين سوبر دو كور وهنايا ديما عندنا الكوريكسيون متاعنا كيما آه, مستانسين آه، نعاود نفكركم بالنسبه برشا صفيه على الكود سواء اصحابكم والا قاربكم والا اي واحد الكود مزالت صالح اي رميز على البلاتفورم نتاعنا دونك جوست تقص يعني تعطاهم الكود محمد بوكورديس تتمتع بتخفيض ب 10% في منصتنا ب الكونتيتي دو ماتير نومبر دو مول لونيتي نتاعو المول وما ادراك دونك آه، كيفاش نجم نحسب النومبر دو مول دونك رابيل دونك نحاول نبدا من لو برابيل دونك نبدا بحاجات بازيك كيما فهمنا الفيزيك بالكدا حتى الشيمي باش نفهموها مش, مش بالكدا بركه الغادي من بالكدا ان شاء الله ديسيتي دونك نومبر دي مول نومبر دي مول والا نسميوه كونتيتي دو لا ماتيير شفناها اون بروميير اني سيكوندير وكملت معانا حتى كشي للتروازيه ومش تكمل معانا في الباك نرمزولها بي تي تان دكا الا هي نومبر دي مول ولا الكونتيتي دو ماتيير ولونيتي نتاعها سي مول دونك كيفاش نحسبها دونك اذا كان عندي سوليد دونك نومبر دي مول نتاع سوبستانس ا هي الماس على الماس مولر ناخو الماس نقسمها على الماس مولر الماس دايجور اون كيمي اون غرام الماس مولر دوني غرام مول موانزا Donc, masse sur masse molaire, c'est le nombre de moles. C'est le solide. Il faut devoir mettre le masque, il faut le nombre de moles. Aussi, il faut a nous obtenions la solution liquide. Donc, le nombre de moles, c'est la concentration de la solution fois le volume de la solution. Donc, on obtient le nombre de moles. Donc, C fois V. Avec C, c'est la concentration molaire l'unité interna en mol litre moins 1 ben c'est bel élevé c'est en litre voilà donc il l' A l'entité chimique je le nombre de mol interna mais c'est le gaz donc le nombre de mol de A nous allons avoir le volume de A divisé le volume molaire donc V sur V molaire تعطينا نومبر دو مول دونك هذوما شفناهم اون بروميير اني ماس على ماس مولير سي فوا في اذا كان عندي سوليسيون و على فوليوم مولير في صوره ما اذا عندنا ان غاز اذا كان في الباك اعطانا لا فوليميك اذا كان في الباك اعطانا الماس فوليميك الكتله الحجميه اللي هي الرو اللي هي الماس فكركم في الفورميلا بتاعها الماس على الفوليوم في الحالة هذه إذا كان أعطانا الرو آه اللي هي الماس الرو متاع الـ A Donc منها هي نجم نخرج النومبر دو مول تو سامبلومون واش قلنا احنا النومبر دو مول هو الماس متاع الـ A على الماس مولير دونك تو سامبلومون الماس باش نجيبوها من رو دونك الماس هي رو فوا في رو

الفوليوم نتاع الكور ا دكا مش واش كيما لهنايا فوليوم دو لا سوليسيون دونك فوا الفوليوم ترجع لنا الماس الماس على الماس مولير نتحصل على نومبر دي مول فوالا نجمو دونك نطلعو نومبر دي مول اترافير الرو لا ماسه فوليميك كيف كيف ينجم في الباك هنايا ملاحظه صغيره لازم الرو تكون اون غرام سنتيمتر موان 3 دكا دونك لازم الرو تكون غرام سنتيمتر موان 3 وملاحظه لهنا ال, ال لازم يكون اون سنتيمتر كيوب تعرف ما سنتيمتر كيوب يعني لازم يكون بالمليلتر وهذا ديتاي صغير مش اللي به دونك نعاود باش النومبر مول يطلع لنا مول يلزم الماس نتاعنا تكون اون غرام وباش الماس تكون غرام يلزم rode en grammes, centimètres moins 3, ou le volume en est en millilitres, ce n'est pas en litres. Il faut faire attention aux détails. Il que le volume en litres. D'accord Le volume est en litres. Je vais le formuler. Le volume est en millilitres, en centimètres cubes, pour que le nombre de moles en moles. Finalement, il y dans le bac. يعطينا الدنسيتي دي الكثافة الدنسيتي دي اللي هي القاعدة نتاعها شفنا في البريمير اني زادا هي رو على رو دولو ما عندهاش يونيتي بيان سور من الدنسيتي اذا كان في الباك عطاك الدنسيتي راك تنجم تخرج منها زادا نومبر دو مول نومبر دو مول دو لونتيتي ا تو سامبلومون نرجع للقاعدة هذه اللي هي رو فوا في سور ماس مولير والرو المره هذه مش نجيبها عن طريق الدونسيتي يعني الرو هذه هي دي فوا رو دلو. اللي هي ان غرام سنتيمتر موان 3 على فكره رو هي ان غرام سنتيمتر موان 3 1000 كيلوغرام متر موان 3 دكا دونك دي فوا رو لو تعطينا رو ا نعوض الرو هذه بدي فوا رو دلو. دونك اللي مش عطيها لي في الباك نضربها فوا رو دلو.

ان دونك هذا رابيل هذو شفناهم في البريمير في الدوزيام في التروادي دكا عام سنين زاد باش نركزو اكثر انه كيفاش نجم نطلع لومبر دي مول اترافير سو كون ابيل ها سو كون لو تابلو دافونسمون دكا اون فا فير عام سنين باش نشوفوا كيفاش نجم نطلع لومبر دي مول اترافير ان تابلو دافونسمون دونك في الدرس هذا باش نركزو مليح مليح كيفاش نصورو تابلو دافونسمون

ليش يصلح وكيفاش ننتربريتي ان تابلو دافونسمون وملاحظة راهو التابلو دافونسمون باش نقراو في الدرس هذا مش يكمل معانا عام كامل داكا مش يكمل معانا عام كامل داكا معناها مهم ياسر ينعرف يعني نعرف نخدم تابلو ونعرف ننتربريتي تابلو خاطر نجم في ال في الباك ينجم يعطيني ينجم يعطيني هو تابلو ومنه هو دونك نخرج لي دوني داكا وكيما ينجم يطلب مني اني يعني اني نخدم تابلو وهذا لوبجيكتيف نتاعنا اليوم ان شاء الله به ميزنا في الرابيل دونك هذا ان شاء الله يكونوا واضحين دونك هذوما حاجات بازيك اه لي 5 فورمول هذو كيفاش نطلع نمبر دي مول حاجات بازيك دونك ها. نمشيو لل هنا داكا شقال قال لنا في ليكزامبل اون ميلونج اون سوليوشن اكوز دو Péroxodisulfate de potassium K2S2O8 de concentration C1 05 molitre moins 1 et de volume V1 10 ml. Donc, dima ma fichimi, dit ma comme tsaourou, la. Elle a tout gesto, Donc, change nous Donc, anna solution lula, solution S1. نتاش كونم تاع الكادو اس2 o 8 كادو اس2 او 8 الكادو s 2 o 8 هذه على فكره كيف نحلها في وسط الماء لازم نعرفها كادو فما حاجات لازم نعرفها لازم نسيبوها لازم شفناهم يتحي تحفظوا كي نحلوها في وسط الماء تعطينا دونك الكا والهالبوتاسيوم دو كا s 2 o 8 دو موا دكا اس2 o 8 هذا كيف يتحل في وسط الماء يولي ديزيون يخرج S2 أو E2- وهذه أكونتر معناها سوليسيون S1 هذه شنو ما ليزيون باش نلقاوها في وسطها ال K+ وال S2 أو E2- اي برينسيبالمون باش نركزوا على S2 أو E2- علاش على خاطر الكا K+ هكا ايون سبيكتاتور ما عنده في السوق ما يذوق يعني ما يشاركش في الرياكسيون مفهومه هذه كا ب لما يفهمش حاجه بطبيعه ينجم يسال باهي اذا احنا كبدينا ديجا اش نعرف على السوليسيون هذه ان الكونسانتراسيون نتاعها سي ان 05 مول لتر موانزا دونك الكونسانتراسيون نتاعها 05 مول لتر موانزا سي كونسانتراسيون مولير واعطاني الفوليوم نتاعها في ان 10 مللتر هاي اليسر à une concentration ou à le volume, c'est-à-dire solution Lula. Ben, solution donc en mélange donc à mal khalitho, donc des solutions Lula. on s'appelle bah, ma solution acétyl comme avec une solution aqueuse d'iodure de potassium KI de concentration C2,04 0,4 molitre moins 1 et volume V2 20 mL donc quelle est la concentration C2 وهذا الفوليوم في دو مع على فكرة في الباك ننصحك ديما خلي فلوريسون معاك نكا و لي فالور كي من هكا ديما اعملهم اون فلوريسون دكا باش من داكا. بعد كي جيت تحسب دونك تكون النتيجة اسرع يعني تقعدش تلوج على لي فالور نتاعك اي اه لي ريزولتا امبورطون دونك ما عادي جدا الورقة في فاند كونت باش تروح بها يعني الورقة نتاع الباك عادي جدا تخدمها بالفلوريسون مش ورقة اللي مش تكتب عليها دكا في الباك نصلحو نلقاو ورقه بالفلوريسون ولا ما نعرفش يعني بالاحمر ولا بالروز ولا اللي هو راهي سي سي بون الورقه دكا il faut faire على الورقه اللي نونسي معنا دكا هذا شنو نقصد ب آه ناخذ آه سوليسيون ثانيه هذه هي سوليسيون ثانيه اللي هي متاع الكاي ليودور دو بوتاسيوم كاي ب الكاي هذا لازم نعرفه كي يتحل في وسط الماء -E. كاي كان حلو في وسط سوليسيون اكوس باش يعطينا كا بلس بلس اي موان كالعاده الكا بلس ايون سبيكتاتور يعني ليون ال اللي باش تساهم كوم رياكتيف هي الاي موان دكا

الكونسنتراسيون ويا سوار سي دو اي في دو تفضل يا سوار اش حبيت تقول لي سوار رفعت يديك تفضل زيرو كاتر مول لتر موانزا والفوليوم فان مسيو بربي حبيت نعرف كيفاش نعرف اليوم سبيكتاتور لا بالخدمه عندك الكا بلس الانا بلس ها هذوما معناها معروفين سي ال موان آه دونك هذوما لي سوكات دو موان مش ديما انت ولو... ما عندك ديما الكا بلوس نا بلوس سي ال موان ديما سبيكتاتور داكوغ اوكي دونك هذوما أ... بالخدمه يعني بالكثره الممارسه يتشدوا معناها سي سون ديزيون معناها سبيكتاتور في الغالب يعني ما يساهموش في ال في الرياكسيون يعني اش معناها ما يساهموش في الرياكسيون مش مش موجودين موجودين لكنهم آه غير فاعلين ما دي رياكتيف يعني كيما نحطهم كيما نلقاهم كيما ليون كلورور سي ال كيما ليون صوديوم انا بلس دكا هذوما ديزيون يعني آه نيترات زاد الصوديوم <applause> دونك ليزيون نقولو سبيكتاتور يعني ما يساهموش في في الرياكسيون نتاعنا داكا بي دونك رومارك هتا نحطها اجابه على سؤال صديقتنا سوار ريمار رومارك client سبيكتاتور نلقاو الكا بلس الانا بلس سي ال موان بون هذم اكثر ال الليزيون يعني اللي نجموا يعرضونا واكثر استعمال في دفوراتنا في باك تونس نحكي مي بطبيعه الحال اليا دوتر من منحبش نعقد عليكم باريكزومبل توا à l'international. Donc, regardez plus de détails. Mais nous allons Donc, le mélange. D'accord C'est le mélange que nous avons. mélange Nous nous Il se produit, alors, la réaction totale... Ah C'est la réaction totale. Nous florissant. Qui met en jeu le couple redox suivant Allahu as-salam. Jean-Achoua et l'oxydoréduction S2O8- so 4 c'est moins le couple Donc c'est un couple. c'est le couple ou yani, couple el thaini, I2 c'est un couple redox aussi. D'accord Et si vous le mélange, nous principalement S2O8- باش يتفاعل مع شكون مع الاي موان كوم رياكتيف وجميع الاخرين الكا بلس مش يكونوا ديزيون سبيكتاتور دكا الكا بلس اللي جاينا من السوليسيون الاولى وجاينا من السوليسيون الثانيه دكا دونك هذا الميلونج نتاعنا تنعملو اون هذا الميلونج باهي يا سيدي أه، اش طلب مني يا سيدي هنايا ملاحظه شبيني لو انت رياكسيون توتال اش معناها رياكسيون توتال ترا شكون يقول لي فكرني اش معناها رياكسيون توتال تفضل يا زينب ما فهميش رياكتيف ليميتون بالعكس رياكسيون توتال يعني او موان لاند رياكتيف رياكتي رياكسيون توتال معناها يا اما لو دو رياكسيون لو دو رياكتيف وفاو مقعد منهم حتى شيء والا واحد منهم وفا يعني بالضروره فما على قليلة ان رياكتيف كي رياجي توتالمون ينجم واحد وفا وواحد قعد ولا زوز وفا هكاش اش معناها رياكسيون توتال يا زينب واضحة ان شاء الله الحكاية بالضبط لا مش يا مرام معناها مثل ما رست. ينجم كيف كيف فاطمة ينجم يكون عندي رياكتيف اون اكسي و رياكتيف ليميتون تتسمى رياكسيون توتال رياكسيون توتال معناها ما عادش تقدم سي بون وفات مثل ما عندهاش البوسيبيليتي باش ترجع التالي داكوغ باش تمشي في السنس الاخر سي بون وفات وقتاش توفر رياكسيون كملت صحيت يا فاطمة دكاغ وقتاش توفى الرياكسيون اذا كان واحد من المتفاعلات مي رياكتيف او في اوكي okay? تاينين باهي yeah. دونك رياكسيون توتال معناها يا اما الاس دو او دو مو ولا الاي مو او ولا الزوز او في وما بعضهم ما قعد منهم شيء المهم فما ري... فما رياكتيف او على الاقل وبي هو توفى الرياكسيون <applause> عليه على خاطر اذا كان واحد من رياكتيفات او ها أه؟ ريكسيون ما تقدم ريكسيون المزوط نتاعها شنو ها أه؟ هذا ياكل فيه هذا اذا كان واحد منهم وفي ما عادش يلقى الاخر ما ياكل داكا فهمنا داكا كل مزوط والفلاما اللي في الموتور داكا ما جماعه تكنيك ممكن يفهموني اكثر هنا داكا معناها وفي المزوط اضرب الفلاما من الغدوه ما عادش فما ريكسيون ولو ما عنديش بوجي سي بون الجوري دو في نتاعها وفات سي بون اضرب المازوت عبيه البلان ما عندك ما تعمل بيه ما فماش يعمل احتراق دونك اذا كان واحد وفي رياكسيون ما عادش تقدم واحد برك ما يعمل شيء قولوا رياكسيون توتال معناها باش تكمل باش توفى بانتهاء على الاقل واحد من رياكتيف ولا زوز واضحه اش معناها رياكسيون توتال عطاو نكتبها سيدي ها رياكسيون توتال Tâche en la réaction totale si l'un au moins de réactifs, l'un au moins de réactifs, il n'y a qu'un réactif réactif a été totalement consommé. Je m'en été totalement consommé. On a la forme weh D'accord A été totalement consommé ou a réagi. كيف كيف تماما رياجي لا أه... لا يا زينب ينجم يكون فما واحد اون اكسي مثلا اذا كان واحد وفيه ولا قعد. عد شي تسمى لا قعدش نسميوه نسميوه رياكتيف اون اكسي دكا وتتسمى رياكسيون توتال معناها رياكسيون توتال يا اما فما زوز ليميتون يا اما فما واحد ليميتون تفهمنا؟ طنجوه حكايه البروبورسيون ستيكيميتيك طنجوه هذيك بشوي بشوي تاو جوست حبيت نفسر كلمه توتال بروبورسيون ستيكيميتريك هذيك بحر هذيك دي وحده ديجا لازم حص ظاهر فيكم الباز نتاعكم <applause> خل خلو شوية دونك لازم نرجع واحدة وحدة للبريمير اني شنو الفرق بين بروبورسيون ستوكيومتريك و فازات هاذوكم باهي تعا نرجع لهم هذوكم بار ديتاي باهي واذا ما نجموش نقدمو إذا كان ما نعرفوش حاجات بازيك من هذا ما نجموش نقدمو راهو في الشيمي بالكل يعني هذا الماعون متاع الخدمة متاعنا عام كامل باهي واني واحد من الناس كي نصلح الباك نبدا فاهم التلميذ يعني عنده بازو ولا موش ما عندوش يعني ملي فوت نتاعو تفهم التلميذ يعني باه On pas sur le sujet, on a se rappeler des la de total Donc, il y a deux coups redox le rédox Il faut écrire l'équation de la réaction Donc, c'est une réaction ça allez vous demander dans le bac quelle est la nature de cette réaction Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction C'est clair à D'accord Donc, il fait une l'on équation d'oxydoréduction Donc, correction ici Question A Il y 4 étapes حكينا فام عمناول دكا نحكوا لكم اكيد الاساتذه نتاعكم في القسم دونك فما اربع مراحل نتبعوهم باش نحضروا ايكواسيون بيلان ولا ايكواسيون ريدوكس ولا ايكواسيون دوكسيدو ردوكسيون دونك فما اربع مراحل 4 ايتاب بور اواغ اون رييكسيون دوكسيدو ردوكسيون شيخي في الباكي نجم يطلب مني اني نعمل ليكواسيون دوكسيدو ريدكسيون هذه نتاع التروازيام اني اي في الغالب باش نكون معاك واضح في اغلب الباكيت جينيرالمون يعطيوها حاضره لكن ما يمنعش ان هي جات في بعض لي زيكزاما انت لازمك تخدمها لكن في الغالب يعطيوها حاضره بور ايفيتي لو ريسك خاطر اذا كان تلميذ ما يوصلش يعمل ايكواسيون دوكسيدو ريدكسيون بالصحيح اكزرسيس كامل يطيح خاطر هي ليكواسيون هذيك هي باش نخدموا بها الكالكول كل بي دونك علاش في الغالب كي نقترحوا دي سوجي دو باك نعطيوكم يعني ليكواسيون باش ما نهردوش التلميذ في اكزرسيس كامل كي. بي أه كيف دونك اما في الدفورات العاديه سوري سيرتان بنسبه كبيره اني واحد من الناس نخلي تل التلميذ تلاميذتي هما اللي يخرجوا ليكواسيون دوك سي دو معناها في دفو اللي العادي توا نورمالمون انت مطالب تخرج ليكواسيون دوكسيدو ريدكسيون اللهم استاذ حبي سهل على تلاميذه ينجم يعطيهم لهم حاضره دونك عندي الكوبر ريدوكس اول حاجه اول ايتاب بريمير ايتاب ولا ناقصو باز في الاكسيدو ريدكسيون بالتحديد عملت سيانس لايف الجمعه اللي فاتت ولا قبل المهم مع جماعة المانيه يرجع الاستوريك تاو يلقى سيونس لايف مع جماعة المانيه يعني فصلت فيها تفصيل رياكسيون دوكسيدو ريدوكسيون دونك أول إيتاب تحديد لي رياكتيف أول إيتاب لازم نحدد شكونهم هم لي رياكتيف متاعي داكا لي رياكتيف منين نجيبوهم نجيبوهم من لي نونسي شعنا لهنايا عنا الكادو اس دو 8 مع شكون مع الكا اي وبما انه الكا ايون قلنا باش ناخذ الاس دو او اول حاجه تحديد الرياكتيف اللي هما الاس دو او المرحله الثانيه دوزيام ايتاب كل رياكتيف نحدد له الكوبر ريدوكس يعني كل رياكتيف كل متفاعل مش يعطيني كوبل ريدوكس قداش عندي من كوبل ريدوكس زوز اي رياكسيون دوكسيدو ريدوكسيون تطلب دو كوبل ريدوكس اوكس ريد اوكس سلاش ريد كوبل ريدوكس كانت تفكروا ديما اوكس اوكسيدون من بعد ريدوكتور كوبل ريدوكس ديما اوكسيدون يتحط من الاول من بعد نحطو الريدوكتور فكركم لوكسيدون هو اللي يربح الالكترونات وريدكتور اللي يخسر إلكترونات. دونك لوكسيدون كي فا غاني هو الرابح اللي مش يفك الالكترونات والريدكتور هو اللي باش يخسر الالكترونات اللي باش يعطي إلكترونات. دونور اللي فا دوني الخاسر بارسي دي نسميه. دي En fin de compte, la réaction d'oxydoréduction, c'est un transfert des électrons à un réducteur LOX. l'oxyd. Mais je Je te rappelle. Donc, le couple l'oublie, donc, je suis comptable S2O82-. 8 D'accord Donc, S2O82-. Je ne vais pas m'en aller, il y a déjà SO42-. Monsieur le Zemlin, il y a un raffinement. Il n'y a jamais eu un article homéch. ما نحفظ وظائف اس دو دو موا اس او كاتر دو موا من الاحسن ب الكوبل الثاني مش يكون فيه الاي موا ركز معايا توا ينجم نعطيكش كيما قلت لك الكوبل ريدوكس راه هو متساش خاطر هذايا كور موش اكزرسيس كور دونك نعطيك كل شيء دونك اذا كان الرياكتيف الاولاني تحط كا اوكسيدون الرياكتيف الثاني لازم يكون ريدكتور بالضروره دكا إذا كان الرياكتيف لول تحط أوكس يعني تحط في البوزيسيون ون، الرياكتيف الثاني يتحط في الريد، شمعاه الإي موان معاه الإي دو، كيف كيف أ أبروندر هذا، داكو؟ إي دو إي موان، إي دو إي موان يعني إي دو إي موان، هذا باش نخدموه ديجا في تي بي في الكلاس، إي دو سي لو ديود، داكو؟

به باش نمشي توا للمرحلة الموالية تروازيم إتاب كل كوبل ريدوكس كل كوبل ريدوكس مش يعطينا سكون دُمِيْ دومي رياكسيون دونك كل كوبل ريدوكس مش مش يعطينا مش يعطينا ها اه. اون دومي رياكسيون وهذا شنو باش نعملو احنا تاو به Donc, troisième étape. Je vais vous ce qu'on appelle demi-réaction pour chaque couple. Je fais la demi-réaction, je l'appelle assimilation, ou l'oxydation, ou l'oxydation, l'oxydation, ou l'autre, ou D'accord euh, L'oxydation, il tout ce qui est perte des électrons, ou réduction, tout ce qui est gain d'électrons. Vous voyez, de la carte. coloration, c'est un est de couleur bleu-noir. Vous voyez, il y a couleur. D'accord Le bleu-noir. Vous si couleur bleu-noir, راني قاعد نصنع في الاي دو اذا كان الكولوراسيون بلو نوار ديسباري هكا دليل على انه الاي دو الى توتالمون رياجي هذه ملاحظه مش نصح برشا سورتو في لي زيكزرسيس من بعد جوست ملاحظه مهمه ب اه وين كنا نحكيو اوكي دونك دو مي رياكسيون قلنا الكوبل الاولاني

L'équation bilan les, Là. Faut enfin, ma équation on avec double flèche. Flèche M, J ou flèche J. Et il y a l'équation formelle. Hein? On a ce qu'on appelle l'équation formelle. Donc, je dis que c'est une équation formelle. Tu es avec double flèche. Il y a fait deux sens. La demi-équation ou l'équation bilan, c'est avec une seule flèche. La plus de well, la double flèche est l'équation formelle. Il faut que je vous dise faible. C'est ce qui nous a la réaction acide-base. qui avons fait faible la base faible avec une double flèche. C'est je que nous avons le deuxième trimestre. le premier trimestre, la chimie, nous avons fait l'avancement, la cinétique chimique et l'équilibre chimique. في اخر تريميستا الاولى بدايه تريميستا الثانيه نبداو نحكيو على الرياكسيون ان سيت باز نحكيو على السيت باز وال وال ولي نتاعهم والدوزاج نتاعهم معني والبي اش نتاعهم ولي ديمونستراسيون باش تخو بلي ديمونستراسيون ولي ذاك راك الكل دوزيام تريميستر وفي التروزيام تريميستر باش نشوفو ال ال ليزانيد ال... ال... والبيلا دكا دونك نورمالمون هذا هو شنو عندنا في البرنامج في الشيمي ان شاء الله دكا به آه. وي والا تبدا رياكسيون ليميتي وي يا ايمان بي توا السؤال باش كون نبدا بالاس دو او دو موان نحطو ملول ولا الاس او كاتر دو موان ولا كيف كيف شكون يجاوبني تراه بيشكون نبدا نبداو بالاس دو دو موا اس دو مو. علاش خاطر هو الاوكس على خاطر هو الاوكس يا سيوارت، نشوف زين باش تقول اس او 4 دو موا او 4 دو يا زينب اس او 4 دو موا خاطر الريدو باش يعطي الكترون خاطر وريد باش يعطي الكترون بي بي شوفوا معايا كيف كيف زينب قالت اوكي باه نبدا نشنحل الاجابات الثلاثه الاجابه نتاع كيف كيف لا ماهوش كيف كيف لازم نعرف باش كون نبدا ما انا وقتاش نبدا بلا نحب كي تبدا ايكواسيون فورمال شفنا عملنا ايكواسيون فورمال تمشي في دوسونس يعني تمشي على اليمين وتمشي على اليسار تحط كتحطش تحب لهنا هذه الاولى نرجع توا واحد سوار اختارت الاس دو وي دو موا وزينب اختارت الاس او 4 دو موا وحده قالت لي لوكس يتحط من الاول والاخرى قالت لي لا الريد يتحط من الاول باه ركز معايا الاوكس يتحط من الاول في الكوبل في الكوبل ديما نبدا بالاوكس لكن ما يعنيش انه لازم يتحط هو الاولاني في ليكواسيون بتاعي كيف كيف الرادي يتحط في البوزيسيون 2 في الـ في الكوبل مش معناه هو مش يتحط الاول ولا الثاني لا الحكايه ما عندهاش علاقه ببعضها إيه يبقى انا كيفاش نعرف يعني باش نبدا دونك اول حاجه فهمنا انه مهم لازم نعرف شكون نبدا باش كون تبدا حبيبي تبدا بالرياكتيف وشكون الرياكتيف لهنايا في ليكواسيون تاعنا هو الاس آه, دو وي دو موان اني ملول بالكل شنو عندي عندي الاس دو وي دو موان مازال ما تصنعليش الاس او 4 دو موان دونك مانا هذاك علاش لازم نعرف لي رياكتيف نتاعي خاطر لي رياكتيف هما إلا يتحطوا في اول رياكسيون واضح اذا مش نبداو بال 2 دو او دو موان على خاطر هو ستان رياكتيف تو سامبلومون دونك فوالا مون رياكتيف ها عندي اني من الاول من لول باش نخلط اس او مع الاي موان دونك مش نحطو هذاك علاش باش نبدا بال اس دو او دو موان اوتوماتيكمون حطيت من هنا صديقنا الريد مش يكون مش شيرة غادي اس او كاتر دو موا واضحة علاش بدينا بالاس دو وي دو موا فوالا ليتاب الثانية ليتاب الثانية تتمثل في ليكيليبر جو دوا فيغ ليكيليبر كوتي كونز... كونسيرفاسيون كوتي نومبغ داتوم اي كوتي شارج اول حاجة شفناها عملناو الركح الإليمون كومان يعني العنصر المشترك اللي هو الاس لهنا صفر. هنا عندي كعبتين سفر هنا عندي كعبة برك هذاك علاش باش نضرب السيد هذا في اثنين باش يولي عندي كعبتين سفر على اليمين وكعبتين سفر على اليسار دونك ديما نبدا في ال... باش نبدا نركح في الاكواسيون نتاعي ديما نبدا باش يكون بالليمون كوما دكا مسيو اذا ماهيش سبيكتاتور كيفاش تختار باش تبدا اي ميرسي ها قلت لك ديما تختار الرياكتيف وشكون الرياكتيف اللي مش يحكي لك عليه في الباك اللي مش يحكي لك عليه في لينونسي هو اش قال لك هنا يعملوا او شكون اس دو او مع الكاي دونك الاس دو او دو موا هو لا موجود من الاول دونك هو اللي يتحط من الاول دونك اللي يجبد لك عليه آه. هذاك الرياكتيف دونك شنو عندي من الاول يعني عندي الاس دو او من بعد باش يتصنع الاس او 4 دو موا دونك سي بون ركحت لي صفر. دونك نتعدى الاكسجين عندي ثمانية، سي بون ولا عندي ثمانية زاد اكسجين سي كوتي اتوم اخر حاجه نتعدى كوتي بعد ما نركح لنومبر دي زاتوم نتعدى للشارج نشوف قداش عندي شارج على اليسار وشارج على اليمين هنايا الشارج متاعي على اليمين الشارج متاعي موان 4 ردوا بالي الكوفيسيون هذا يدخل في النومبر ويدخل في الشارج دونك موان 4 داكا دونك بيناتهم هما موان دو بيناتهم موان دو يعني بيناتهم الكترونات حسب الخدمة متاع مناول ديما كي نعمل الأكسيدون نومبر يعطينا الرديكتور يعني أعداد الإلكترونات إلا نزيدوها ديما يتحطوا بحظة الأكس قديش فما من إلكترون زوز خطر الفرق زوز دونك يتحطوا بحظة الأكس اللي هو S2O2- نزيد لهنايا 2 إلكترون تولي 2 وموان 2 خطر الإلكترون نيجاتيف تولي عندي الشارج توتال علي اليسار 4 والشارج توتال علي اليمين 4 وهكاكا تولي مون

باش نعطيوه او دومي ايكواسيون نتاع دونك شنو نحط على اليسار الاي 2 ولا الاي موان e ترا شكون يقول لي شكون رفع يديه ترا زين تفضل زين الاي موان e خاطر هو رياكتيف نتاعنا صحيت هاك تعلمت فوالا دونك اني انيسيالمون كوم رياكتيف صحيت عندي الاي موان e فوالا دكاغ من اللول بالكل عندي الاي موان e مش يتفاعل مع الاس دو و دو موان صحيت دونك نبدا بالاي موان e اوتوماتيكمون اذا كان الكوبل الأولي بدينا بالاوكس قلنا الكوبل الثاني باش نبدا بالريد نا شفنا هذي عملناو دونك صحيت يا زين باش نبدا بالاي موا وعلى اليمين باش نولي نحط الاي دو سي بون توراك الحيكواسيون تاعي عندي كعبتين أيود لهنا دونك نضرب السيد هذا في اثنين باش يولي عندي كعبتين كعبتين نايلا عندي الاكسجين الهيدروجين ديريكتومون نمشي للشارج هنايا عندي موان دو وهنايا عندي زيرو شارج ها سي مولوكول دونك Qu'est-ce que je viens de faire On dit aux ox et le 2 On dit les électrons Z ou Bachvel-Ox le couple. Donc avec deux électrons i 2 le Voilà, dit moins 2 à ou moins 2 à Mon équation est bien, ou la moins demi-équation est bien équilibrée. واضحة ذي يا سعلي مرحبا بك يا سعلي ب كاتريمي تاب يا سعلي كي ما تفهمش حاجة تنجم تخلي مساجة ب ولا ترفع يديك كاتريمي تاب سي بون عملت دمية رياكسيون دمية رياكسيون توا شنو نعمل توا باش نجمع توا باش نجمع دكا

شو ستار هذا لازم اي انا كي ما نعملوش تنقص لي صحيت نقص لك يعني فما برشا دي تايم انا في الباك صحيت ب دونك توا نجمع على سار. مع علي مع على علي ولا على اليمين مع على علي مين باش نتحصل على ليكواسيون دو رياكسيون اي مسيو كل الكترونات هذوك نجمعوهم زاد لا الكترونات ال فونتيتر سامبليفي وهذاك علاش لازم يكونوا قد قد ها أه؟ بور finaliser à le simplifier mais nous membres sur le l'équation d'oxydoréduction. finalement S2O82- je regroupe mal deux I- et a allé sert mal qui m'en exclut un seul flèche l'équation redox avec un seul flèche deux SO42- de comme produit mais à chaque coup à chaque mission à un mal I2 il a qu'on la coloration bleu noir دونك ازرق مايل لك حنمش تخدموا عليها هاد تي بي هذيا باش نعملوها باش ل... نعملوا لها الدوزاج ان شاء الله في الكلاس أه... بالنسبه أه... ال... ان شاء الله في ال... في تي بي الاولاني ان شاء الله بي هي أه... ويا وي كيما قلت لكم ما ثماش الكترونات في ليكواسيون بيلو وي هي تفضلي مسيو <applause> ما <مكتب> <مكتب> <applause> مش حتى كان لي زلكترون ماهمش قد قد في لي ال... في <applause> <applause> نجم نضربوا ما نعرفش نجم نضربوا في عدد لاني يولو قد قد ونجموا الله يبارك باه سالتني يا هيام يعطيك صحه يا هيام قالت لي كان جات هذيا مثلا خمسه واثنين اش نعمل تو سامبلومون نضرب هذيا في الخمسه اه ونضرب هذيا في اثنين نضرب هذي في الكوفيسيون تاع الاخرى والاولى في الكوفيسيون تاع الثانيه نضرب هذه في الخمسة هذه في اثنين عندي عشرة عشرة ونجمع داكو كي نضرب نضرب ليكواسيون الكل مثلا هذه اثنين وهذه خمسة كي نضرب هذه في الخمسة هذه الكل هذه تولي خمسة وهذه عشرة وهذه تولي مثلا عشرة داكو. نضرب هذه الكل في اثنين هذه تولي أربعة وهذه اثنين وهذي. بعد نجمع المهم نجمع كان ما يبدا النومبر ديال الكترون هنا وهنا قد قد وكي تضرب تضرب ليكواسيون الكل مفهوم يا هيان Ok. Mais je connais. un a une Sinon, on continue. C'est bon. Je vous à la question. Loulou. T'as un petit b. la quantité de matière initiale de chaque réactif. Donc, là où je vois un nombre de moles initial de chaque réactif, je connais les réactifs. un à S 2 ou 2 de moins. mon premier réactif. C'est l'oxydant. Et le moins, c'est le deuxième réactif. Qu'est-ce que je viens de chercher Je viens de chercher nombre de mol de S2O8 de, de moins initial. Donc, j'ai Ali essaye essayé d'avoir en di c1v1. Donc, en concentration fois volume. Donc, tout simplement, je n'applique le cadre c fois v. C1 fois v1. On a la nombre de mol initial de S2 o 8, 2 mois. Donc, C1 fois V1, C1 est 0,5. Et le V1, il faut faire attention, 10 millilitres. les faut que tu te réjouisses litre. Moins 3, Voilà, je dois faire attention ici. les faut volume soit Donc, qu'est-ce qu'on obtient Quels sont résultat final لا ما تاخذش يا يا سعلي ما تاخذش الكوفسيون نتاعو حبيبي لا تحط سي فوا في وديريكتومون في النومبر دي مون صحيت سؤال ب تحط سي فوا في وتمشي على روحك عطاني نقولك وقتاش يدخل الكوفسيون دونك عطاني نشوف وقتاش يدخل دونك ما تجيش على خاطره هو مثلا مع... هو ديجا الكوفسيون نتاعو اه يا سعلي شفت جنبه حتى شيء داك اردو ما عندوش حتى علاقه معناها ديما سي فوا في تبداش مليار وحده صحيت يا مرام مش تطلع عنا النومبر دي مول متاع اس دو اوي دو موان سانك ديس موان تروا وبالله ما تنساوش مول ريت تكتبها هكا تاخو على صفر يا ولدي كتبت لك الفورمولا صحيحة وعملت لك ابليكاسيون نيميريك صحيحة خاطر نسيت يونيتي تحط لي صفر هكا القانون تصلحو في الباك ونعرفو دونك مول داكوردو باهي دونك نتعدى نومبر دي موال الثاني وديما بالله زاد الكتيبه راهو مهمه زاد معناها تبدا الكتيبه اسباسيه واضحه راهي مش كيما تبدا كتيبه داخله بعضها راهو ناجي للكوريكتور تفادوا اللي ما عادش يطول بالو معاك راهو مال ولا بشر دونك الفو في لا زاد في اللقطه هذه بي ا آه. نومبر دي موال نتاع Il y moins, j'ai mis le KI. Donc, il y a nombre du mol initial, le KI. D'accord Ou il y C2 fois V2. D'accord C2 V2, mais Mais on entend Il y Donc, C2 est 0,4. Voilà. V2, 20 ml. Donc, 20 fois 10 moins 3. Je rajoute à litre. Donc, ça fait le résultat final égal. 4, 4, 4. non, c'est pas 4. Euh, 4, 0, 4 fois 20. Qu'est-ce 4, que 4, 4. 8. Oui, à 4, c'est 8. Hein, 8. 8, ok. 8, 10, moins 3. مول صحيت voilà. يا بتول صحيت يا مرام فوالا دونك لو نومبر دو مول انيسيال استعملنا سي فوا في هنا ملاحظه لو كان وهنا يطلب الرياكتيف معناها الكا سي با رياكتيف داكا دونك ما يتحطش اما رمارك لو كان طلب تاني منك ما يطلبش هو خاطر سبيكتاتور ما يطلبش اما لو كان نطلب منك النومبر دي مول متاع الكا ها أه؟ دونك هنايا جوست ملاحظه ونتعدى مش خاطر ما تجيش برشا في الدفوارات عم ميساج نحكي عليه دونك هنا لازم تحسب النومبر دي مول متاع الكا لا جاي من سوليسيون الاولى وتجمع مع النومبر دي مول متاع الكا لا جاي من سوليسيون ثانيه النومبر دي مول متاع الكا لا جاي من سوليسيون ثانيه هو نفسه سي دي في 2 خاطر نفسه النومبر دي مول متاع الكا اي 8 لكن رد بالك النومبر دي مول نتاع اللي مشي جينا من اس دو او 8 هو دو فوا سي دو في دو سي ان في 1 علاش خاطر عندي كا 2 كنتفكروا الكا 2 اس دو او 8 كنحلوها في وسط الماء كا 2 اس دو ويت كنحلوها في وسط الماء تعطينا ما تعطينا دو كا وهذه ملاحظه مهمه اذا النمبر دي مول نتاع الكا بلس اللي جاينا من سوليسيون هو 2 فوا سي 2 فوا في دو... سي 1 في ان دونك 2 فوا سي 1 فوا في دي مول اللي 2 في 2 دونك على النمبر دي مول نتاع قلنا ما فيه لهنا خاطر سي تانيون ما عندوش حتى علاقه بالرياكسيون جوست ملاحظه واتجاوز السؤال

داكو؟ باه، أه إذن، رياكتيف وإلا رياكتيف ليميتون، كيفاش نجمو نخرجو؟ شكون يحب يشارك؟ زينب، تفضل يا زينب. نعمل النومبر تاع s 2 8 82 موان على ان اكس بو حقدي وبعد نعملو النومبر نتاع ان اي موان على 2 نحسبوها قاديريط تطلع أقل هي ليميتون صحيح دونك هذه هي طريقه صحيحه كلاسيكيه نعرفوها من البريمير اني رياكتيف ليميتون هو لوفيق بالخو صحيح دونك مش نشوفوا برشا طرق عامه السنه باش ah, نطلع رياكتيف ليميتون مي توا خلينا لهنا خلينا في الميثود الكلاسيكيه صحيت دونك ناخذ النومبر دي مول تاع رياكتيف الاول اللي هو الاس دو دو موان انيسيال على الكوفسيون نتاعو اللي هو ا بعد ناخذ النومبر دي مول نتاع رياكتيف الثاني اللي هو الاي موان e على الكوفيسيون نتاعو اللي هو دو ونقارن بيناتهم والصغير هو رياكتيف ليميتون احسنتي دونك نومبر دي مول شنو تاع تعال s2o82- ا انيسيال على الكوفسيون اللي جاينا من الاكواسيون اللي هو 1 نحسبوا بعد نحسب النومبر دي مول نتاع الرياكتيف الثاني اللي هو e- على الكوفسيون نتاعو اللي هو 2 الكوفسيون بطبيعة نجيبوهم من الاكواسيون هذاك علاش قلت لكم لازم الاكواسيون تكون مريجله دونك هذا هو سي ان في ان اللي هي 5 ديس 3 وهذا 8 ديس موان 3 2 صافي 4 ديس 3 ما ننساش مول انا هو الصغير دونك الاي اي 2 بيان سور سي انفيريور دونك نجي لهنا قولوا راهو مول نتاع الاي Sur 2, inférieur au nombre de mols de S2O8 oui, 2 initial sur 1, ou bien il y a I- et le réactif en défaut. Il I- a I- ou bien il S2O8 de moins, il y a une réaction qui est en D'accord Ou bien il y I-, tout ça réaction, ça va total. D'accord Et le réactif limitant qu'il va limiter la réaction. Il tout la réaction. Il va tout la réaction. D'accord Voilà. Donc, concernant la méthode classique qui fait que un réactif limitant, nous avons revenir méthode est très très mélange est-il équimolaire Est-il équimolaire Je connais déjà le L'exercice en ce mélange est-il équimolaire Mais ça, je m'en ai équimolaire. Hum, je m'en équimolaire. Je connais Arf. Je premier.

دكا يعني يعني باش نعرف في في الباك سؤال سي ميلونج ايكوي مولير ولا شنو نعمل نمشي نحسب النومبر دي مول انيسيال دو شاك رياكتيف ما غير ما تقسم على حد شيء ما فيهاش قسمه في الايكوي يعني ناخذ النومبر دي مول انيسيال نتاع رياكتيف لول نحسبو ديجا حاسبينو احنا لقيناه 5.3 وناخذ النومبر دي مول انيسيال نتاع رياكتيف الثاني اللي هو ليون ايود اي موان لقيناه 4 -10 3 كانهم قد بعيضاتهم وي oui. قولوا لي ميلونجي كوي مولير. يعني نومبر دي مول قد قد تاع لي رياكتيف نجي لهنا نومبر دي مول تاع موان في الباك نكتب ديفيرون دو دي مول initial. S2 ou 8

le mélange n'est pas équimolaire dans notre situation. mais on va faire un mélange équimolaire, il y a un nombre de moles les réactifs initials, 4 qu'au. donc il y a un nombre de moles initiaux 4 donc c'est un mélange équimolaire. ça a fait le bac, je vais faire. il vous dit, on a dit le nombre de moles initiales de S2O8, il vous dit fait réagir 0,1 2 K2S2O8 avec KI. ويقول لك ساشون كو لي ميلونج كوي مولير برا لوج لي نومبر دي مول دو كاي في واضحه الحكايه ما دام الميلونج كوي مولير معناها نمبر دي مول نتاع الكاي مش يكون قد نمبر دي مول نتاع كادوز دو 8 معناها قد قد زيرو ان زيرو ان معناها من كلمه كوي مولير نفهم انه عندهم نفس النومبر دي مول انيسيال لو دو رياكتيف اوكي تفضل يا سيوار السؤال الثاني بون مانيش نسمع فيك يا سيوار ركح الميكرو نتاعك سي ميلونج مانيش نسمع فيك يا سيوار عاود <applause> آه تكلم هاي نسمع فيك يا سيوار تفضل سيوار <applause> علاش خدينا النومبر دو مول انيسيال نتاع الاي مونتوغوا 4 فوا 10 مونتوغوا احنا لقيناها 8 فوا 10 مونتوغوا قداش لقيناها احنا؟ 8 اوكي 8 اوكي Juste un incite. oui. Elles sont même donc n'y pas équimolaires. C'est bon, c'est Bien. là? T'as ouais. Ça aide ni de créer des halides À la proportion stoichiométrique. Comme ce que je vois. Ces mélanges ou ces réactifs sont-ils en proportion stoichiométrique? آه، كيفاش نعرف إني ال لي رياكتيف سي رياكتيف ولا سي ميلانج إتيل ان بروبورسيون ستوكيومتريك، كيفاش نعرف؟ وش معناها ان بروبورسيون ستوكيومتريك؟ وليش تصلح بروبورسيون ستوكيومتريك؟ ثلاثة أسئلة شكون يجاوبني عليهم؟ تفضل زايد جاوبني على ثلاثة أسئلة. استكيومتريك يبدا النومبر دو رياكتيف كي نقسموهم على الكوفسيون نتاعهم يبدا قد قد صحيح دونك وقتاش لي رياكتيف يكونوا ان بروبورسيون استكيومتريك كي يبداو النومبر ديمول انيسيال نتاعهم على ها نقسموهم صحيح على الكوفسيون نتاعهم يبداو قد قد صحيح دكا دونك هكا الفرق بين ميلونج ايكويمولير وميلونج ان بروبورسيون استكيومتريك دكا دونك الميلاج كو مولير جوست نحسب النومبر دي مول ونمشي على راحي قد قد سي بون ماهوش قد قد نتاع نقولنا ماهوش كو في البروبورسيون ستوكيومتريك لازم نقسم على لي كوفيسيون ستوكيومتريك ديجا هذو هذا من 2 و 1 يتسماو دي لي كوفيسيون ستوكيومتريك دونك ناخذ النومبر دي مول صحيت يا زينب دونك ناخذ النومبر دي مول تاع رياكتيف لول اس 2 دو 2

كان جاو قد قد نقولو اون بروبورسيون ستوكيومتريك كيما حاطلك في السيبور دو كور لهنا ها لي رياكتيف سون اون بروبورسيون ستوكيومتريك سي نومبر دو مول على الكوفيسيون تاع كل رياكتيف قد بعضها داكا ميلونج كوي مولير ما ثماش قسمه ما نقسمش على الكوفيسيون معناها ما نقسم على الكوفيسيون كان كيقول لي بروبورسيون ستوكيومتريك دونك هنايا في السيتياسيون تاع ليكزرسيس نتاعنا لقيناهم ديفيرون دونك لي رياكتيف

ما همش يوم هم بخبرسيون ستوكيومتريك شكون يعرف هم شمانا ما همش يوم هم بخبرسيون ستوكيومتريك بان يعطيك صحة عمر العربي اه قلت لنا انو الميلانج فيه نفس نمبر دي مول انيسيال لي رياكتيف بالنسبة للميلونج كوي مولير لكن بالنسبة توا نسون با هم بخبرسيون ستوكيومتريك ركزوا معايا معناها فما رياكتيف مش يوفى قبل صاحبه ما هم ش... هم مش يعملوا هم مش ياكلوا بعضهم ولا مش تحط الاس دو ويت وتحط الاي e. مش يبدو الاي e مو مش يبداو ياكلوا بعضهم كل كعب اس دو ويت تاكل كعب اي وهي ماشي تك 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 ياكلوا في بعضهم فما واحد مش يوفى قبل الاخر دونك ني سون با اون بروبورسيون ستيكيومتريك من الاخر بتعرفش معناها معناها فما رياكتيف ليميتون فما رياكتيف فونيكسي

هكش معناها ان سون با اون بروبورسيون ستوكيومتريك معناها فما واحد باش يوفق بال صاحب وباه يمشيو كيبداو اون بروبورسيون ستوكيومتريك اش معناها معناها الزوز وفاو في نفس الوقت معناها الزوز ليميتون ما سماش رياكتيفونيكسي يعني الزوز قضاو على بعضهم داكوردو هكش معناها اه رياكتيف اون بروبورسيون ستوكيومتريك يعني الزوز

ش معناها معناها لو دو رياكتيف ش بون او فاو زوز فماش واحد ليميتون ميطون و أو لاخر اون اكسي سون توتالمون كونسومي سون توتالمون كونسومي ش معناها توتالمون كونسومي يعني ما ما عادش منهم في اخر رياكسيون ما نلقاوهمش معناها من الاخر فستن فاني كيبداو اون بروبورسيون ستيكيومتريك معناها نون بر مول فينال نتاع لي رياكتيف ها تاع لي رياكتيف ايجال ا زيرو تاع رياكتيف الاول والثاني ايجال ا زيرو وفاو صاي هاكاش معناها اون بروبورسيون ستيكيومتريك مفهومه ندخلو توا <coughs> في لافونسمون ها شوفوا Ce m'en ai l'avancement d'une réaction. Donc, la question maintenant, je me dis que est de devoir définir l'avancement d'une réaction. as je vais vous donner la définition. Donner la... Yeah. Donc, Zainab, Zainab, l'avancement. La l'avancement d'une réaction notée X est le nombre de fois que la, ré... que la réaction a marché depuis l'état initial. Son unité internationale est molle. Ça, c'est l'avancement net qui c'est l'avancement d'une réaction Samuel X d'accord ou à quelle distance de marre réaction qu'admet d'accord qu'admet cette réaction depuis l'état initial d'accord donc one ce qu'on appelle l'avant l'unité de molte en fin de compte X c'est un nombre de mol l'avancement X donc à prendre la définition et nous avons dit que définir l'avancement. C'est le nombre de fois que la réaction a marché depuis l'état initial. L'avancement volumique, ou la notation Y, ou a, X sur V. Donc le X sur V, c'est un avancement volumique, là, ou a, Y. D'accord le V, est le volume de mélange, le volume total de la solution, le mélange V1 plus V2. Et bien nous, le X mol. والفي فوليوم كي ناخذ نمبر دي مول نقسمو على فوليوم عباره على واش كونسونطراسيون وهذاك علاش الاي لونيتي نتاعها كيما لونيتي نتاع الكونسونطراسيون باش تكون بالمول لتر زان دونك عندنا دو تيب دافونسمون عندنا لافونسمون اكس وعندنا اللي هو اون مول وعندنا لافونسمون فوليميك اللي هو الاي والقاعده نتاع الاي اكس سور في دكا دونك هذاك علاش Il y a deux types de tableaux. Il y a un tableau d'avancement à et un tableau d'avancement volumique. Donc, avec à la il y a deux types de tableaux. Il y a un autre devoir, nous avons un tableau d'avancement à l'aide et un autre qui fait un tableau d'avancement volumique. Et il y a un autre انك تعرف تخدم سواء تابلو دافونسمون والا تابلو دافونسمون فوليميك دونك لي فهمتو انه الفارق تابلو دافونسمون يخدم بالاكس اللي هي بالمول والتابلو دافونسمون فوليميك يخدم بالاغريغ ها أه؟ ولا هي ها أه؟ الاغريغ اللي هي لافونسمون فوليميك لونيتي نتاعها ان مول لتر موانزه Bam. Donc, la première chose, c'est tableau d'avancement normal. Donc, j'ai un devoir, il me dit d'établir, une équation, il me dit d'établir le tableau d'avancement. Ici, on a deux types de tableaux Tableau d'avancement ou de d'avancement d'une réaction ou d'un système.

مول لتر موان زان ومع اليكريغ باش نلقى الكونسانتراسيون ناش نلقاو النومبر دو مول دو ا بينما بما أنو اليكريغ بالمول لتر موان زان دونك نلقاو الكونسانتراسيون اللي هي اون مول لتر موان زان اذا عندنا دو تيب دو طابلو باش نبداو بالتابلو دافونسمون العادي اللي هو اون اكس شنو نوريكم توا كيفاش نجم

الكوفيسيون تاع الا هو بي تي تاع الكوفيسيون تاع البي بي تي بي كيف كيف سي كوفيسيون سيكومتريك نتاعها بي تي سي والكوفيسيون تاع دي هو بي تي دي دونك من الفوق نحط ليكواسيون تحت ليكواسيون كان باش نخدم طابلو دافونسمون نحط نومبر دو مول ولا كونتيتي دو ماتير راني باش نخدم بالمول كان طلب مني طابلو دافونسمون فوليميك نحط كونسونطراسيون يعني ان مول لتر موان دونك هنايا كان طابلو دافونسمون كونتيتي دو ماتير ان مول ولا نومبر دو مول ان مول وكان باش تخدم طابلو دافونسمون فوليميك تحط كونسونطراسيون وتحط مول لتر موانز واضح بيه. تحت ليكواسيون باش نلقاو دو كولون كولون نتاع ليتا وكولون فيها افونسمون هي شنو هو التابلو الطابلو مش يعطينا كيفاش الرياكسيون قاعده تقدم يعني الا هذا نومبر دو مول نتاعو كيفاش قاعد يقدم من اول رياكسيون لاخر رياكسيون لينتاق في الرياكسيون كيف كيف باش يعطيك كيفاش النومبر دي مول نتاع البي قاعد ها آه يمشي وينقص من ليتا انيسيال ليتا فينال باش يعطيك كيفاش النومبر دي مول نتاع البرودوي سي قاعد يمشي ويزيد من اول رياكسيون لاخر رياكسيون داكا دونك يورينا كيفاش النومبر دي مول نتاع السيستم كنقول السيستم يعني ا آه بي و سي و دي رياكتيف برودوي كيفاش قاعد يخدم من اول رياكسيون ا تي ايغال ا زيرو حتى كشي فينال يعني وقت لا رياكسيون تقف دونك عندنا ثلاثة أوقات ليتا تسمىو لي دو سيستم ليتا انيسيال تي ايغال زيرو ليتا انترميديير تي و ليتا فينال اللي هو تي اف اللي هو وقتاش وقت لا رياكسيون تحبس انا يعني نسميو زادا ليتا ديكيليبر نقولو ايتا فينال او بيان ايتا ديكيليبر اش دي معناها ايتا ديكيليبر معناها وقتاش الرياكسيون حبست ما عادش تقدم دونك معاه باش نلقاو لافونسمون بالطبيعه كان جيت نخدم لهنا نحط افونسمون فوليميك دكا دونك لافونسمون اكس سي ان مول دونك ا ليتا انيسيال هنا باش نحط كيفاش الاكس هذاك قاعد يقدم ميزال ما عنديش افونسمون دونك ديما زيرو بعد كيولي فما وقت الرياكسيون باش تبدا تخدم باش تبدا تصنع في السي و دي يولي عندي افونسمون اكس وليتا فينال ليتا فينال وقت الرياكسيون رياكسيون توس ليتا فينال نوليو نحكيو على اكس اف ديما هكا مسيو ديما هكا يعني زيرو اكس اكس اف داكا اكس نعاود نفكركم اكس يتسمى لافونسمون اكس اف سي لافونسمون فينال هاي الياسر باهي توا كل عنصر من السيستيم باش نحط نومبر دي مول نتاعو ليفولوسيون نتاعو من زيرو لتي لتي فينال نبداو بالا اللي هو ستان رياكتيف دونك شنو نحط في الخانه نتاع الا لهنا دونك هذا الخانه هذه شنو تمثل هي نومبر دو مول انيسيال انيسيال نتاع الا دونك هنايا باش نحطو نومبر دو مول انيسيال دو ا مسيو نحسبوها كانت نجم تحسبو احسبو حط الفالور وكان عطيتك اني يعني الفالور حط الفالور وكان ما عطيتكش دوني يعني نجمش تطلعها النومبر دي مول نكتب مسيو خلاها النومبر دي مول انيسيال وكان في الباك سميتها لك ان زيرو قلت لك النومبر دي مول انيسيال نتاع الا هو ان زيرو تحطها لي ان زيرو سميتها لك ان زيرو ان تحط لي ان زيرو ان اعطيتك فالور ولا تنجم تحسبها احسبها فهمتوني يعني اذا كان فما فالور تنجم تحسبها تحسبها سينو تحطها يعني بالسامبول نتاعها نكمل مع الا دونك هذه الخانه الاولى هي النومبر دي مول انيسيال نتاع الا الخانه هذه تو. شنو تمثل هي النومبر دي مول نتاع الا ميزنا في الا في الانستان تي يعني وقت اللي الرياكسيون بدات تتقدم شمن الرياكسيون بدات تتقدم يعني الا مع البي ولا يتفاعل يصنعوا في السي قديش النومبر دو مول نتاع الا اذا الخانه هذه شنو تمثل هي النومبر دو مول نتاع الا في الانستون تي ولا هي ركز معايا اللي هي النومبر دو مول انيسيال هذاك اللي حطيته من الاول موان ا وا إكس ديما هكا ديما هكا, دي هكا دونك شنيا الخانة هذي شنو تمثل هي النومبر دي مول متاع الـ ريستون إلا قعدلي خاطر الـ قلنا رياكتيف ورياكتيف رياكتيف شنو يعمل يمشي, يمشي و ينقص ولا يمشي ويزيد يزيد قولولي ترا رياكتيف يمشي و ينقص ولا يمشي ويزيد يزيد يمشي صحيح ينقص صحيح بالضبط بالضبط فم يكيف صحي يمشي وينقص بالضبط يا وجدين بالضبط يا زين دكا دونك يمشي وينقص هذاك علاش النومبر دي مول نتاع ال ا هو النومبر دي مول انيسيال نتاعو موان ا اكس باش نقصوا منه قداش ا فوا اكس ما تنساش بحذا الاكس تحط الكوفيسيون ا شكون الكوفيسيون ا سي الكوفيسيون ستوكيومتريك باش تجيبو من ليكواسيون لتا فينال شنو نحط نعاود نكتب نفس اللي كتبته لهنا مي جوست باش نبدل الاكس بالاكس اف يعني سي لو دي دو مول دو ا فينال لهنا الخانه هذه شنو تمثل هي النومبر دو مول نتاع ال ا فينال ولا هو النومبر دو مول انيسيال اللي صابيتو من الاول نتاع ال ا نحي منه البارتي كي اي تي رياجي اللي هي ا ونبدل الاكس باكس اف ونبدل الاكس باش اكس اف تو سامبلومون نبدل الاكس اف اكس اف اسكو سي كلير مفهوم دونك هذا هو النومبر دي مول انيسيال نتاع ال ا هذا هو النومبر دي مول نتاع ال ا بعد وقت تي و وقت الرياكسيون وفات قداش النومبر دي مول فينال متاع الـ A هو النومبر دي مول إنيسيال اللي صبيته من لول ننقص منه شنو A X F شكون الـ PTT هو الكوفيسيون اللي مش تجيبو من الإكواسيون وشكون الـ X هو الأفانسمن فينال سامينه يعني جوست نفس اللينية هذي تتعاود ان شانجان X بالـ X F كهو نبدل الـ X بالـ نمشي توا للسيد ب كيف كيف هنا باش نحطو النومبر دي مول انيسيال نتاع ال ب هنايا باش نحطو النومبر دي مول انيسيال نتاع ال ب موا ب فوا اكس المره هذه رد بالي هو بي تي ب وهنايا نومبر دي مول انيسيال نتاع ال ب نعاود قلنا نكتبوها نفسها جوست نبدلو الاكس بالاكس اف اكا شنو يمثل السيد هذا يمثل النومبر دو مول فينال نتاع البي قداش باش يقعد لي من رياكتيف بي نكمل دونك هذو توا سي ودي دي سي سون دي برودوي باش يمشيو ويزيدو باهي اسكو من الاول السي ودي موجودين لا هذاك علاش ديما انيسيالمون السي ودي زيرو زيرو نعم يا زين الي مسيو حبيت نقول لك زيرو يعني خاطر مش موجودين من الاول اكزاكت صحيت يا زينب دونك انيسيالمون سي و دي ماهومش موجودين دونك زيرو ود دكا خاطرهم برودوي مزالو ما تصنعوش وقت اللي الرياكسيون تبدا تقدم ويولي فما افونسمون يبدا يتصنع سي قداش النومبر دي مول نتاع السي هو بي تي سي فوا اكس يعني ديما ما تنساش بحذا الاكس تحط الكوفسيون نتاع السبيس كيميك نتاعك كيف كيف الدي يولي دي فوا اكس شفتو واش عمل لهنا مشى وزاد كان زيرو بالضبط يا بتول ولا سي اكس دونك زيرو زدناه سي اكس دي زيرو زدناه دي اكس دونك قاعد يمشي ويزيد سي برودوي في ليتا فينال قداش النومبر دو مول فينال نتاع سي قلنا ناخذ هذا ونبدل الاكس بالاكس اف يعني نفس هالليني هذه جست نبدل الإكس بالإكس إف كيف كيف هنايا دي إكس إف وديما نعاود نأكد ما تنساش الكوفيسيون بحذا الإكس متاعك كوفيسيون ستوكيومتري مفهومة؟ داكوغ؟ فوالا دونك هذا كيفاش نعمر طابلو دافونسمون يعطيكم الصحة وما تنساوش لهنا نحطو مول نحطو لونيتي متاعنا مول Allez, prenons l'exemple de exemple. histoire. L'activité 1, c'est de le tableau d'avancement de la réaction. On va faire réaction. a déjà travaillé l'exercice cet exercice. Donc, la réaction que nous avons travaillé exercice, S2O8 de moins plus 2I 2 so 42 de moins plus I2. Donc, je viens de faire l'équation le tableau d'avancement de cette réaction. ايكواسيون ب هنا آه آه هنا هلا بو ينجم هو في في الفايده انكس في الباك يعطيهولك هكا كيما ينجم يخليك وحدك تكتب كونتيتي دو ماتير وتكتب ليكواسيون تكتب الجو هذا داكوردو وينجم يعطيهولك هو معناها مريقل كيما هكا داكا وانت جوست مش تعمرو في الفايده انكس بي سيدي لهنا يا تاوت راه شكون يعمر لي طابلو هذا يرفع يدي هاي شكون يحب يعاوني مم خليهم يسيو وحدو هاي زينوب فاض الو آه لاني نمبر دو دو انيسيال نتاع اس دو او يو دو موا هي 5 x 10 3 احسنتي دونك هنا باش نحطو صحيت نمبر دي مول انيسيال نتاع اس دو او يو دو موا ولا احنا ديجا نعرفوها حاسبينها وقيناها صحيت 5, 10, 3. Donc directement, 5, اذا كان تعرف الفالور اذا كان تعرف الفالور تحطها اذا كان ما تعرفهاش ما تحطهاش يعني تنجم لهنا شوف في الخانه هذه هذا يحط نومبر دي مول انيسيال نتاع الاس دو وي دو ولا يحط ولا حسبها وحطها سانك دي سموان الكل هم صحاح اذا كتب هكا صحيح ولا كتب سي ان فو في ان صحيح ولا حط الفالور صحيح زاد با ايوه الاي موان قداش مش نحط لهنايا له زين 8 x 10 3 صحيح النومبر الخانه هذه تمثل النومبر ديمون مون انيسيال نتاع الاي مو لا احنا ديجا حاسبينه 8 3 برافو اللي حط سي 2 في 2 زاد صحيح هاي هنا شنو نحط 0 0 0 برافو الاس او 4 دو موان والاي 2 سي سون برودوي ميزالو ما <سؤال> 0 0 يعطيك الصحه يا زينب ترا شكون يكمل لنا ليتا

2x 2x برافو وهنا x x صحيح. معناها لو كان نقول لك يا زينب x شنو يمثل هنا في الاكواسيون نتاعي x الكوفيسيون ها x x هو شنو فسر لي يعني x هذا هو النمبر دي مول نتاع شكون ال x هو النمبر دي مول نتاع حسب ليكواسيون هذه الاكس هو النومبر دي مول الاي 2 والاكس اللي سميناه لافونسمون صحيح دونك لافونسمون هو نفسه مش يطلع النومبر دي مول تاع الاي 2 انا كي نعطيك الكورب نتاع الاي 2 عباره عطيتك الكورب نتاع الاكس تفهمنا دونك الاكس هو أي. دي 2 اه ليتا فينال يا زينب، يلا نبدلو الإكس بالإكس إف تولي 5 فوا 10 إكس واش كمل 8 x 10 3 2xf 2xf xf صحيت نعاود اللينية الثانية هذه هي يعطيك الصحة يا زينب نعاود نكتبها جوست نبدل ال x ال variable x, x ولا ال avancement x بال xf وشنو اسمها ال xf قلنا سي نمبر نمبر دون ليتا فينال نتاع الاي 2 صحيت ولا هي لافونسمون في فينال دونك الاكس يسمى L'avancement, XF, l'avancement final. Donc, l'avancement final, c'est le nombre du mol, le I2, final. Donc, euh 810-3 ouais, et le moins 2X, je, je dois bien interpréter mon tableau. Et il y a le nombre du mol, le I-, e l'instant T. Hein? Donc, on a le nombre du mol, le S2 ou 2 final, il y a de <hesitation> <applause> خمس <applause> <applause> آه. نمشي S2O2− وي دو الخانة الاخري في ليتا فينال صحيت، ديس موان إكس اف. شنو يمثل؟ هكذا يمثل النومبر دو مول فينال تاع إيس دو دو صحيت يا زين، ونعاود نأكد مول، أه ساعات شوف أه فما تابلو ريدوي يعني ساعات هذا الكل ما نكتبوش، دكا وهذا يعني ما نكتبوش فقط نكتب تي زيرو و تي و تي فينال و في بلاس نكتب هنا يا كونتي دو ماتير مول في كل قدام كل لين نحط مول 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 ها سي زاد النجم سي بوسيبل نخدم التابلو بالطريقة هذيك هل سي كلير كيفاش خدمنا التابلو وكيفاش الكوفسيون دو هذا موجود لهنا وعلاش الاكس لهنا ولات اكس اف مهم ياسر ان نخدموا التابلو متاعنا بصحيح وهذا شفناه عملناه في اخر درس شكرا على هذه القلوب يعطيكم الصحه دونك توا شكرا زينب مرام ايمان دونك توا تنجموا تكملوا الخدمه في الدرس سي بون تنجموا تكملوا التابلو الثاني تكملوا الاكتيفيتي ذات هذيه دكا دونك والحصه الجاية ان شاء الله نكملوا درس لافونسمون متاعنا في مش كيستيون كونسرنون اللي خدمناه اليوم عايشة كمالك شكرا اشواق يا سيدي يعطيكم الصحة عطلة بقية عطلة سعيدة شكرا امونة أم شكرا بتول آه ليلتكم زينة وان شاء الله يا ربي ديما فرحاني عايشكم عايشكم يا ربي عايشك سوار عايشك ملك عايشك سرور شكرا ايمان ربي يفضلكم يا رب حتى نحبكم بارس عايشوا علي عايشوا بابا علي على خير باي باي Audio